هيا إلى اللقاء غدا، نجدد الوفاء غدا. رحل حسين ودلت بوصلة الأوفياء له نحو جنازته بعدما عرفوه وأحبوه وعايشوه. أفنى حسين غضان سنوات طويلة من عمره في ربوع الكشفية التي نعته ساحات أعلامها وشعرت بفقدانه أوتاد خيامها وحزنت لفراقه سهرات نارها. مرحلة الفتيان من المراحل الجيدة اللي فيها النشاط، فيها الحماس، تتمتع بالخصائص المرحلة المعروفة الحركية بالنشاط. يعني الفتيان لو كانوا نبوهم صغار صاروا، كانوا نبوهم كبار كبار. ودائما نقول ان مرحلة الفتيان هي في 4 سنوات، يعني سنتين فيهم صغار وسنتين فيهم كبار. يعني اول ما يجينا الفتى من مرحلة الاشبال سوفتوير عنده قاعد اشبال، يعني قاعد صغير. موجودين اليوم في مأتم القائد فقيد الحركة الكشفية، فقيد الوطن، القائد حسين غضان العكر، هو أحد قامات، إذا نقوله أحد أعمدة الحركة الكشفية في ليبيا والعمل التطوعي والعمل الشبابي. يعني مدة أكثر من 45 عام سنة متواصلة من العمل الكشفي والعمل التطوعي، القائد حسين في كل غابات الكشافة من جدايم لأبو فاطمة لميلاد بالعيد إلى بوخريس في سبها، الجبل الأخضر في غات، كلهم يعرفوه. حبات الرمل في غابات الكشافة كلها تبكي عليه في هذه اللحظات. قائد حسين يعتبر أب وأخ. قبل يكون قائد كان دائما حريص علينا كأبناء كشباب إن إحنا نكونوا في المقدمة، إن إحنا نكونوا أفضل ما عندنا، نقدم أفضل ما عندنا في سبيل إعداد مواطن صالح من خلال منتسبين الفوج، وأيضا إن إحنا نقدم الأفضل للوطن وللمواطن. حقيقة الأمر تعزينا فيه حارة وفقدانها كان أليم جدا على كل منتسبي فوج الشط. لقد كان حسين مثالاً للقائد الكشفي المتفاني والإنسان النبيل الصافي، وهو ما ظهر يقيناً بنعي الصغير قبل الكبير، الغريب قبل الحبيب. بالنسبة للقائد حسين الله يرحمه ويسامحه، أخونا وصديقنا وصاحبنا، رمز من رموز كشاف ليبيا، والحمد لله أنت اليوم شفتوا يعني جميع عمود ليبيا كيف ما قالوا حضروا جنازته وتتوافد جميع الوفود من جميع المدن، السيرته العطرة، الطيب القلب، صديق الجميع بصراحة، يعني شخصية معروفة على مستوى كشاف ليبيا وكشاف الوطن العربي كله، ربي يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة. هذا المصاب للجلل كون أن القائد حسين غضان العكر قام من القامات الكشفية العربية التي عرفناها في ميادين العمل للأولاد، ثم من القادة المخضرمين الذين أدوا الكثير من الأعمال في مجال تأهيل القيادات، فالقائد حسين غضان من قادة التدريب العرب المعتمدين، وكذلك ما تحصل على خصائص قائد التدريب العربي. وحقيقة نقول أن القائد حسين غضان خلال 10 سنوات الأخيرة قد بلى بلاء حسنا في إعادة نشر الحركة الكشفية في الكثير من المناطق في ربوع ليبيا المختلفة. رحل حسين وترك ذكرا محفورة في قلب كل كشفي عرفه، خيم معه، أدى معه أهزوجة، أو تناول معه لمجة عابرة. هنا لن نقول وداعا لأننا لن ننسى أياما مضت، لن ننسى ذكراها، لن ننسى عيونا بكت من لب مجراها.